أنا طبعا ما تكلمت على قضية الهلال من بدأت يا أبو شديد، لكن حقيقة يعني ما يحدث بهذه البطولة الاستثنائية بكل تفاصيلها يؤكد حقيقة بما لا يدعو للشك أنه هذا الاتحاد ما زال اتحاد عقيم وضعيف في كل تحركاته وكل قراراته وكل لوائحه. ما زال الاتحاد الآسيوي للأسف الشديد يخالف نفسه ويغالط نفسه، وكل قراراته يعني مثار شك من الجميع، ليست يعني على الكرة السعودية تحديدا، ولكن المتتبع لحال الاتحاد الآسيوي من سنوات طويلة، وما زال حقيقة يعني يقدم قرارات ما زالت مرتبكة. الاتحادات في فترة سابقة ومنها الفيفا شاهدنا الفساد، الفساد موجود في كرة القدم حتى في الاتحاد الآسيوي مع الأسف الشديد. في هذه البطولة تحديدا أنا أقول أنه ما حدث للهلال أمر غير منطقي وأمر غير طبيعي. تفشي فيروس كورونا بهذه الطريقة في بعثة الهلال أعتقد أنه أمر حقيقة مثير. لا نتهم أحد، ولكن فريق معسكر في فندق يا تركي، وتقتصر هذه الإصابات على فريق واحد وفريق ثاني موجود في نفس الفندق، ولا إصابات حتى على مستوى العاملين في الفندق، كل هذه تساؤلات يعني تثير الشك حقيقة حول ما يحدث في هذه البطولة. في عملية الاستثناءات اللي فتحها الاتحاد الآسيوي في عملية تغيير نظام البطولة ومن دوري ذهاب وإياب إلى دوري مجموعات، في عملية تسجيل اللاعبين، في عملية حتى بالنسبة للهلال وتغيير فترة ال 14 يوم، كل هذه الاستثناءات تؤكد ضعف الاتحاد الآسيوي. من جانب آخر أنا أبغى أروح من جهة إعلامية حول البيان اللي حدث يوم إبعاد الهلال وليس انسحاب الهلال وبين بيان اليوم. في حقيقة تضارب كبير بين البيانين. دائما تركي أي جهة لما تصدر قرار وتبرر هذا القرار بحيثيات ضعيفة هي من تضعف القرار. في البيان الأول اللي بعد إبعاد الهلال ذكر الاتحاد الآسيوي تحديدا على موضوع انسحاب الهلال، وأنه تطرق إلى موضوع القائمة وال 27 لاعب، وأن الهلال لم يأتي بالقائمة بالعدد الكافي لهذه البطولة. كان يقدر الاتحاد الآسيوي يخرج ويبين موقف الهلال على ما حدث في أرضية الملعب وعدم اكتمال النصاب بدون التطرق لموضوع أن الفريق يجيب 27 أو 30 أو 40 لاعب أو 35 لاعب مثل ما يقول هو. أنا كفريق أنا حر أجيب اللي أنا أبغاه، أجيب يعني في كثير من البطولات أحيانا تذهب بالعدد الأقل وتحقق هذه البطولة، لكن ما حدث للهلال في هذه البطولة تحديدا أمر غريب. اليوم حتى في بيان اليوم لما رد على احتجاج الهلال ذكر أنه الهلال انسحب، والهلال لم ينسحب، والجميع يعرف من أبعد الهلال هو الاتحاد الآسيوي. فهذا التضارب الموجود حتى في الخطاب الإعلامي في الاتحاد الآسيوي يفتح مثار أسئلة وجدل كبير حول ما يقدم هذا الاتحاد. سواء أبعد الهلال من هذه البطولة بأي طريقة رآها الاتحاد الآسيوي، يظل الهلال فريق كبير وفريق استطاع تحقيق البطولة السابقة عن جدارة واستحقاق، وفريق متواجد في جميع البطولات الآسيوية، فريق حاضر في كل النهائيات. لا يمكن أن ينال الاتحاد الآسيوي وكل لجانه من أي نادي سعودي، خاصة لما تتحدث على فريق بطل مثل الهلال. أنا كل ما أخشى على الفرق السعودية الموجودة الآن في هذه البطولة أن ينالها مثل ما نال الهلال. اليوم حتى على مستوى التحكيم في مباراة الأهلي شاهدنا ضربة جزاء صريحة، وما زال الاتحاد الآسيوي يواصل عبثه مع الأندية السعودية. بكرة احنا في مباراة مفصلية، وقد تصل الفرق السعودية بإذن الله إلى أدوار متقدمة. احنا ما راح نتحمل أكثر من كذا يا تركي. حقيقة يجب أنا أطالب إدارة الهلال أن تصل إلى أبعد نقطة في احتجاجها. يجب حقيقة أن يعرى هذا الاتحاد حول ما يقدم للأندية السعودية، لأنه ما وصل كفاية. سواء في فترة سابقة كنا على مستوى المنتخبات، واليوم الحرب تأتي من الاتحاد السعودي حتى على الأندية السعودية. يجب حقيقة أنه يكون في تحرك كبير وبدعم من المؤسسة الرياضية ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي كانت خطواته ودعمه للهلال على خطوات خجولة في بعض الأمور، حتى في وقت المصيبة اللي صارت للأسف الشديد ما تعرض له الهلال. هو مهين ليس للهلال، للكرة والأندية السعودية بشكل عام. خروج فريق بهذه الطريقة أعتقد لا يليق برياضتنا اللي إحنا دائما نتواجد في كل المحافل الآسيوية وفي منصات التتويج. أتمنى حقيقة أن يأخذ احتجاج الهلال أبعد نقطة، ونحافظ على حقوقه، وأنا على ثقة كبيرة في إدارة الهلال، وأنها قادرة إن شاء الله على انتزاع حقها من هذا الاتحاد الظالم.